يعني ثورة تشرين قياداتها غير موجودة، ومن يدعي أنه قائد لثورة تشرين هو ادعاء يبدو كاذب. هناك نوع من الفوضى في التنظيم وفي القيادة، وعدم وجود قيادة معناها عدم وجود أهداف واضحة. نعم. سمعنا المتظاهرين أهدافهم مشروعة لكنها غير دقيقة وغير واضحة، يعني تغيير الدستور، نريد وطن، كلها مسائل يجب أن تخضع إلى نقاط تفصيلية وخطة سياسية حقيقية. وأنا أعتقد لن نستطيع أن نقضي على الفساد في العراق دون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية وبالذات الكونغرس الأمريكي.